السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع إثبات سحب جديد لموقع استثمار الروبل. الموقع ده يا شباب لحد الآن الموقع عن نفسي كويس جدا معايا، وفي ناس معاها كويس وفي ناس اشتكت من الموقع، بس المعظم اللي اشتكوا من الموقع اشتغلوا على الخطة غير الخطة الأولانية، اللي هي الخطة الأولانية أهم شيء. اشتغل على الخطة الأولانية اللي حابب تشتغل في الموقع. الخطة التانية الموقع ما بيظبطش فيها. الموقع بيدينا 200% لمدة 67 ساعة. تاريخ بدء الموقع، الحد الأدنى للإيداع 100 روبل يا شباب. طبعا طريقة التسجيل في الموقع بنيجي من هنا، بنحط الاسم والاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد، بنعمل تسجيل كده بقالنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، هنيجي من هنا بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب ليا 177 روبل في الموقع، حسابي في الموقع. انا وضحت 4 وداع لحد الان، ساحب 1312 روبل. ودي الاحالات ومكتسبات الاحالات يا شباب. طبعا لو انت عندك قناة يوتيوب بتعمل فيديو، بتخش هنا على الخانة دي وتبعت لهم هنا الرابط. زي ما انتم شايفين اداني 22 روبل على الفيديو. اول ما بتخش على الموقع خش على الاعدادات من هنا، اهو يا شباب من هنا، ده من هنا يا شباب رابط الاحالة بتاعنا. بقول لك لو انت اول ما تخش على الموقع هتخش على الاعدادات من هنا يا شباب، اهو يا شباب انزل تحت كده تحط رقم محفظة البير هنا وتعمل حفظ يا شباب. تمام يا شباب، بعد كده بتخش بقى ايه على الايداع. لو انت حابب توضع في الموقع بتيجي من هنا تاني خانة، بتحط الخطة الاولانية، صاحب الخطة الاولانية اللي هيشتغل على الموقع. بعد كده بيختار المحفظة اللي هو يشتغل عليها، وبعد كده بيحط المبلغ ويعمل ايداع. السحب يا شباب من هنا، ومن هنا بتعرف الوديعة بتاعتك اذا كانت شغالة او لا. زي ما انتم شايفين كده شغالة، والتلاتة دول انتهوا خلصوا. عندنا في حساب في الرصيد يا شباب في الموقع هنشوف كده عندنا 177 روبل، وهنخش على البير. اخر حاجة عندنا كانت 3 روبل و41 سنت، وهنعمل طلب سحب ب177 روبل. هنيجي هنا يا شباب نحدد محفظة البير وهنحط هنا المبلغ وهنعمل طلب سحب يا شباب قدامكم. اهو يا شباب كده السحب تم. هنخش على الموقع هنلاقي ان السحب اهو اتصفر واتنقل هنا، اهو بقى 1489 روبل في السحوبات. هنخش على محفظة البير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب 175 روبل بعد عمولة البير، وبكده الموقع لحد الان صادق باثبات سحب، كذا اثبات سحب يا شباب ورا بعضيهم. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.